بسم الله الرحمن الرحيم Therapeutics in Endodontics. البين والبريابيكال انفكشن هم دول الموست شيف كومبلين اللي ممكن اقابلهم جوه الدنتال كلينيك وانا بعمل دنتال بروسيدجر سبيشالي في الاندودونتيك تريتمنت. البين كنترول بيتم عن طريق ان انا سواء بكتب للبيشنت بعمل بريسكريبشن لانتي انفلاماتوري او انالجيسك قبل ما يبدا يجي لي الدنتال كلينيك. جوه الدنتال كلينيك في الانترا اوبرتيف ان انا بديله لوكال انستيزيا افكتيف. بوست اوبرتيف ان انا بعمل بريسكريبشن للانالجيسك المناسب اللي ما يكونش ليه سايد افكت كبيره. كمان حاجه مهمه الانفكشن كنترول سواء بقى ان انا وانا انترا اوبرتيف هحط له انترا كانال ميديكامنت او اعمل بريسكريبشن للانتيبيوتكس عشان اعمل كنترول للانفكشن. يبقى مهمين قوي ان انا اعمل بين مانجمنت وانفكشن كنترول علشان اضمن ان انا اعمل اندودونتيك تريتمنت مظبوط والبروجنوزس يكون كويس. البين هو عباره عن unpleasant sensory او emotional experience associated مع actual or potential tissue damage. في تو ترمينولوجي لازم نكون عارفينهم. الالجيسيا دي عباره عن ill defined unpleasant sensation evoked by external او internal stimulus اللي هو البين. حاجة unpleasant sensation يا إما external أو internal stimulus. الانالجيسيك ده عبارة عن drug relieve the pain by acting in a central nervous system or peripheral pain mechanism without loss of consciousness. يعني الانالجيسيك ده اللي هو المسكن اللي هيعمل relief للبين سواء بقى هيشتغل المسكن ده centrally على central nervous system أو peripherally من غير ما البيشنت loss of consciousness الوعي بتاعه يفقده. كلنا عارفين اخدنا قبل كده البين باسواي وعارفين ان الكومبوننتس بتاعت البين باسواي اللي هو الريسبتورز الاول بعد كده هتوصل للسباينال كورد وبعد كده للسالاموس وبعد كده الكورتكس اللي هو السالاموس والكورتكس دي بعتبرها هاي برين سنترز. النوسيسيبتورز دول عبارة عن نيرف اندينج ريسبوند لأي نوكسيوس ستيمولس وكان كان اكتشوالي او بوتنشالي بروديوس التيشو دامج. عبارة عن فري نيرف اندينج. طيب التايب بتاعت النوسيسيبتورز دول اللي احنا كنا عارفينها من البين اللي هو الاي دلتا والسي فايبرز كل دي ريسبتور بتعمل ايه؟ نوكسيوس ستيمولس او تيشو دامج كيميكالز. عارفين ان البين ده من الميكانيزم اللي بتحصل علشان تنبه البادي نفسه ان في تيشو دامج بيحصل زي في البري ايبيكال ديزيز لما يحصل دامج للبري ايبيكال تيشو يبدا يحصل ديستراكشن للبون علشان كل الاكسودات اللي طالعه تلاقي مكان علشان البون طبعا كان عامل بريشر فمش عارفه ان هي كانت تعمل بين للبيشنت علشان تنبهه ان في مشكله موجوده. السنسوري نيورونز دول 3 تايبس الفيرست اوردر والسكند اوردر والثيرد اوردر زي ما احنا شايفين كل دول هيوصلوا النيرف امبلس علشان يروح للهاي برين سنترز ويبدا ان هو يعمل الميكانيزم بتاعه او كحاجه فيدباك للستيمولس اللي موجوده او اللي اتبعتت له من خلال النيورونز اللي احنا قلنا عليهم. يعني تاني بنقول ان في انجري سواء كان ميكانيكال انجري زي البانكتشر او كات او كان كيميكال انجري او بيرن كل ده بيعمل ستيموليشن للانجري تيشو. هيحصل ايه؟ يحصل ريسبشن يعني في سبيشاليز نيرف سيلز اسمها نوسيسيبتور دي سنس الستيمولس وفي كيميكال ميدييتور ريليز من الانجري تيشو دي هتعمل ايه بقى الكيميكال ميدييتور اللي جايه من الانجري تيشو هتروح تعمل ترانسميشن النوسيسيبتور دول هتخلي هتبعت سيجنال للبرين من خلال سيفرال نيورون وذن السنترال نيرفس سيستم. السيجنال دي
هترافل السباينال كورد وبعد كده البرين من خلال نيورال فري واي اسمه السباينوسالاميك تراكت. البين سنتر ريسبشن اللي موجود في البين دي ريلي ستيشن محطه اسمها سالاموس بتعمل ديستريبيوت السيجنال للفيريوس بارتس اوف البرين. مفيش سنجل بين سنتر وفي اريا كتير زي السوماتو سنسري كورتكس ده بتعمل بروسيسنج للانفورميشن علشان توصل لنا البين. البين سبريشن او ان انا اعمل ريليف للبين ده معناه ان انا اعمل بريفنت للانفلاميشن. كمان الانالجيسيك بيعمل بلوك للريليس بتاع الكيميكالز زي ما قلت كده الكيميكال ميدييتورز اللي هتعمل استيموليت للنوسيسيبتور. فبقفل على الكيميكال ميدييتورز الباس واي بتاعها ان هي ما تبداش تعمل الاستيموليشن للنوسيسيبتورز علشان تبدا توصل كل النيرف امبلسز. مانجمنت للبين زي ما قلت ده عباره عن مالتي فاكتوريال ده دايركتد عشان يقلل البريفرال والسنترال كومبوننت بتاعه الهايبر الجيسيا من خلال حاجتين الاندودونتيك بروسيدجرز اللي انا هعملها والفارماكوثيرابي اللي انا هكتبها للبيشنت علشان تقلل له البين. الانالجيسيك في منها تو كلاسز مينلي اللي هو النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز اللي هو النون اوبيويد انالجيسيكس والاسيتامينوفين اللي هو الاوبيويد انالجيسيك. كمان كام سلايدز كده هنبدا ان انا افرق لكم ما بين الانواع بتاعه الانالجيسيكس الكلاسيفيكيشن بتاعتها. زي ما قلت في الاول ان البين كنترول او الانكزايتي كنترول استراتيجي دي من البري اوبرتيف من اول ما قبل ما البيشنت ابدا ان انا اشتغل له او ديورنج الانترفنشن اللي هو في الاوبرتيف عن طريق اللوكال انستيزيا او البوست اوبرتيف ان انا هعمل بريسكريبشن للانالجيسيك. كل ده مهمين جدا في البين كنترول مانجمنت. في البري اوبرتيف بخلي البيشنت ياخد اورال سيديشن او بديله بري اوبرتيف انالجيسيك كل ده علشان يساعدني ان هو يقلل البين اللي البيشنت ممكن يحس بيه اثناء الدنتال بروسيدجرز. في الاوبرتيف بروسيدجرز يا اما بدي سيديشن او نيتروس اوكسايد وعن طريق افكتيف لوكال انستيزيا او الانترا كانال ثيرابيوتكس ان انا بحط له انترا كانال ميديكيشن علشان تبدا ان هي تقلل البين والانفكشن اللي موجودين جوه التوس. وك بوست اوبرتيف بين كنترول استراتيجي ببدا ان انا اكتب للبيشنت الانالجيسكس اللي هي هتكون الاوبيويد وكمان هكتب له انتي ايديميتس. كنترول اوف انكزايتي او الفير ده مهم جدا لان كل ما كان البيشنت انكزايتي اكتر كل ما هيحس بسنسيشن بالبين اكتر. الهايلي فيرفول بيشنت مور سنسيتيف للبين ان جنرال. الدنتال انكزايتس بيشنت مور سنسيتيف للدنتال بين بيبقى عندهم بانيك اتاك ان هم فكره ان هو هيقعد على الدنتال يونت بتاعتنا ويبدا ان هو يعمل اي دنتال بروسيدجرز بيبقى عنده بيبقى البيشنت ده في هاي ليفل من ستريس وانكزايتي. كمان البيشنت ده ممكن ان انت بريدكت بور اوت كم. فالمور هايلي anxious patients ده greater pain during the dental procedure than normal. علشان كده ممكن اديله بنزودايازبين اللي هي الترانكلايزرز مهدئات او سيداتيف هيبنوتكس الحاجات اللي هي مهدئه المنومه الانتي هيستامين. الثري جروبس دول بالدوزز بتاعتهم بتعمل سي ان اس افكت مع سيديشن كالمينج وهيبنوزس سليبنج بروديوسينج. البنزودايازيبين اكزامبل ليه الفاليوم او الدايازيبام ده انتي انكزايتي وانتي كونفالجن سيديتيف لكن نون هيبنوتيك ما بيخليش الواحد عايز ينام. سكيليتال ماسل ريلاكسنت وامنيزيا. البروبرتيز بتاعتها ويل ابسوربد من الجي اي تي والبيك بلاد ليفلز بتاعه بعد من ساعه لساعتين ما البيشنت بياخدها بيبدا تاثير الدراج ده يبان على البيشنت.
يعني معنى كده ان انا لو عايزه ادي البيشنت لل عندي بيشنت مثلا عنده حاسه ان هو عنده انكزايتي عاليه، فهدي له حاجات بري اوبرتيف علشان بعد كده يحس ان هو مثلا في بيبقى كوبرتيف معايا جوه الدنتال كلينيك، فهدي له مثلا اقول له ياخد فاليوم، الفاليوم ده قبل ما يجي الدنتال كلينيك من ساعة لساعتين، علشان أول ما يوصل ونبدأ في البروسيديورز يكون البيك بلاد ليفلز حصل، فيبدأ إن الدواء ده يشتغل. من الفارماكولوجيكال إفكت بتاعه إنه بيعمل زي ما قلت أمنيزيا، الأمنيزيا دي اللي هو فقدان الذاكرة، وبيعمل سكيلتال ماسل ريلاكسنت. كونترا انديكيشنز ان انا ادي البنزودايزابين ان البيشنت ده يكون عنده الرجي للدراج ده. الجلوكوما ده بيبقى مرض في العين والفيرست تريمستر اوف البريجننسي. السيداتيف هو عباره عن دراج بيقلل الاكسايتمنت وكالم ذا بيشنت. كل معظم السيداتيف في لارج دوز بيسبب الهيبنوزس ان البيشنت بيبقى عايز ينام. الهيبنوتيك اللي هو الدراج اللي بيخلي produce sleep resembling natural sleep بستخدمه ان هو يعمل initiation للسليب. الهيبنوتيكس بقى في higher dose ده اللي بيعمل لي general anesthesia. البربيتوريت زي ما قلنا ان هو introduced 1864 او قبل كده كمان. بيستخدموا دلوقتي للناس اللي عايزة تنتحر، يعني مثلا مارلين مونرو استخدمت الباربيتوريت اوفر دوز علشان تموت. يعني الباربيتوريت ده بعد كده في القرن العشرين استبدلوه بالبنزودايازيبين. الفارماكولوجيكال افكت بتاعه الانستيزيا ممكن زي ما قلت بيسبب داس حسب الدوز لانه بيعمل ريسبيراتوري ديبريشن. النورمال هيبنوتيك دوز بتاعته بتعمل فول في الهارت ريت والبلاد بريشر. يبقى عندي الباربيتوريت في منه لونج اكتنج زي الفينوباربيتون، ده بستخدمه في الابيليبسي او في النيونيتال جوندس الاطفال اللي بيبقى عندهم الصفرة. في شورت اكتنج زي البنتوباربيتون، في الالترا شورت زي الميسوهيكزيتون، لكن البنزودايازيبين برضو في منه شورت اكتنج زي الترايازولام، والانترميديت اكتنج زي اللورازيبام، واللونج اكتنج زي الدايازيبام. نيجي بقى للدراجز اللي هتقلل البين زي الاوبيويد. الاوبيويد بستخدمه في المودريت لسيفير بين، ده اكت سنترالي على السنترال نيرفس سيستم، ما بنستخدمهوش في الدنتال بين. من ضمن الأمثلة بتاعت الأوبيويد الكوديين والترامادول من 50 لـ100 ملي جرام كل من 4 لـ6 ساعات. الأدفيرس إفكت بتاعت الأوبيويد بيعمل ريسبيراتوري ديبريشن ديبندنس، البيشنت بيتعود عليه وبيدمنه. نوزيا، بيعمل كونستيبيشن وبيعمل ديزنس، شوية دوخة كده. تاني نوع اللي هو النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز، ودي بتبقى فيري افكتيف في مانجنج البين اوف انفلاماتوري اوريجين. بيعمل بايندينج للبلازما بروتين، اكزهبت انكريز ديليفري للانفلام تيشو عن طريق الاكسترافازيشن للبلازما بروتينز. في منه الكيتو زي ما احنا شايفين كده، الكيتو بروفين ده مور بيعمل مور انالجيسك عن كمان الايبوبروفين. وفي البانادول وفي السليبريكس وفي الفولتارين 50. دي مقارنه ما بين الاوبيويد والنون اوبيويد، ان الاوبيويد اكت سنترالي من خلال السنترال نيرفس سيستم، لكن النون اوبيويد اكت بريفرال. ده الاوبيويد بيعمل ادكشن وسي ان اس ديبريشن وما بيعملش جاستريك اريتيشن ونوت بروفايد انتي انفلاماتوري افكت على عكس النون اوبيويد انالجيسكس. من خلال الميكانيزم بتاعت الانفلاميشن والتيشو دامج عارفين ان البريك داون بتاعت الاراكيدونيك اسيد كان اللايبو اوكسجينيز والكوكس 1 والكوكس 2.
الميكانيزم اوف اكشن بتاعت النانسترويد انتي انفلاماتوري دراج ان هو اكت برايمري من خلال ان هو هيعمل انهيبيشن للكوكس 1 والكوكس 2. الكوكس 1 ده اكسبريس من خلال البادي، عنده رول للبروتكشن بتاع الاستومك ميكوزا والكيدني فانكشن والبلاتلت اكشن زي ما احنا شايفين من خلال البروستو جلاندين والثرومبوكسان. اما الكوكس 2 انديوست عن طريق فاريوس اندوجينس كومباوند زي مثلا الاندوتوكسين والسيتوكاينز في الانفلاماتوري سيلز، ودي مسؤوله عن الليفيت البرودكشن بتاعه البروستاجلاندين اثناء الانفلاميشن، مسؤوله عن البين والانفلاميشن والرينال فانكشن. الاكشن بتاع النانسترويد ان هو هيعمل انهيبيشن للكوكس 1 والكوكس 2. عارفين كمان ان انهيبيشن للكوكس 2 هيعمل بلوك للبروستاجلاندين فورميشن، هيمنع الانفلاميشن، هيعمل سنسيتايزيشن للبريفرال نوسيسبتورز. الاسيتامينوفين ده عباره عن بين ريليفر وفيفر ريديوسر، رابيدلي وكومبليتلي ابسورب من الجي اي تي، البيك بتاعه بعد من ساعه لثلاث ساعات وميتابولايز في الليفر. لو اتاخد بلارج دوز في انترميديات ميتابولايت اسمه ان اسيتايل بي بنزوكينون امين فورمد، والميتابولايز ده بيبقى توكسيك. نتكلم بقى شوية عن الاسيتامينوفين. الاسيتامينوفين ده بيندرج تحت كلاس من الدراجز اسمه انالجيسكس اللي هو البين ريليفرز، وانتيبيوتكس اللي هو بيقلل الفيفر. الاكزاكت ميكانيزم بتاعت الاكشن بتاعت الاسيتامينوفين انه هيقلل البرودكشن بتاعت البروستاجلاندين في البرين. البروستاجلاندينز ده ايه؟ هو عباره عن كيميكالز هيسبب الانفلاميشن والسويلنج. الاسيتامينوفين هيعمل ريليف للبين عن طريق ان هو بيزود البين ثريشولد. كمان require greater amount of pain to develop قبل ما البيرسون فيل ات. بيقلل الفيفر من خلال الاكشن على الهيت regulating center of the brain. بيقول للسنتر ده او بيبلغ السنتر انه يقلل البادي تمبريتشر لما التمبريتشر بتاعه البادي بيحصل ان هي عليت. بستخدم الاسيتامينوفين في ايه؟ بستخدمه ان هو ريليف للفيفر والبين اللي بيصاحب الكونديشنز. الاسيتامينوفين ريليف البين ما عندهوش اي افكت على الاندرلاينج انفلاميشن ريدنس سويلنج مثلا للجوينت. لكن لو البين نوت ديو تو الانفلاميشن الاسيتامينوفين افكتيف زي الاسبرين كده. الاسيتامينوفين افكتيف زي النونسترويد انتي انفلاماتوري دراج اللي قلنا عليها الايبوبروفين ريليف البين مثلا بتاع الاوستيو ارثرايتس. الاسيتامينوفين ما ينفعش ان احنا نكتبه لمده اكتر من 10 ايام. السايد افكت بتاع الاسيتامينوفين ممكن يعمل نوزيا، ممكن يعمل هيدك، ممكن يعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ممكن يعمل بيقلل النمبر اوف بليتلتس او بيعمل كيدني دامج. بدي الدوز بتاع الاسيتامينوفين للادلت بدي من 325 ل 650 ملي جرام كل 4 ساعات او 500 ملي جرام كل 8 ساعات. الماكسيمم دوز بتاعته 4 جرامز. بالنسبه للتشايلد ده بيعتمد بقى على الايدج والويت بتاع التشايلد. الدوز زي ما قلنا في الادلت من نص ل 1 جرام كل من 4 ل 6 ساعات. لو البيشنت من عنده من 6 ل 12 سنه بدي من 250 ل 500 ملي جرام من 4 ل 6 ساعات. لو من سنه ل 5 سنين هديله من 120 ل 250 ملي جرام كل من 4 ل 6 ساعات حسب السيفيرنس بتاعه البين. الاشكال بتاعته زي التابلتس، ممكن سابوزيتوري، في سيرب، في سوليبل تابلتس، وفي كبسولز. زي ما قلت ان هو عنده انالجيسك وانتيبايوتيك افكت، ما عندهوش اي سايد افكت على الكارديوفاسكولار او الريسبيراتوري سيستم، ما بيعملش ريل جاسترو انتستينال افكتس.
بيعمل هيباتوتوكسيستي، بيحصل بعد انجيشن لسنجل توكسيك دوز او لونج تيرم زي ما قلت ما ينفعش ان احنا نديه لمده 10 ايام. التشيلدرن بيبقوا هاي ريسك للهيباتوتوكسيستي، لازم اكون مظبطه الدوز مع الايدج ومع الويت بتاع التشايلد. الساين والسيمتومز بتدي نوزيا، فوميتنج، انوركسيا، ممكن يعمل نيفروتوكسيستي ده مع اللونج تيرم يوز. الكرونيك لارج دوز من الكحول هيزود الريسك ان البيشنت يحصل له هيباتوتوكسيستي. الاسيتامينوفين بيستخدم للحاجتين، الانالجيسك والانتيبايوتيك افكت، يوزفول ان بيشنت مع الاسبرين او مع النانستيرويد انتي انفلاماتوري دراج عنده هايبر سنسيتيفيتي اكتب له الاسيتامينوفين. طب تعالوا كده نراجع الفرق ما بين الاسيتامينوفين والايبوبروفين. هما الاثنين ميديكيشن بستخدمه علشان اعالج البين والفيفر، لكن عندهم اختلافات. يعني لو حبينا نقول الاسيتامينوفين فيرسس الايبوبروفين، الاسيتامينوفين ده كلاس من الدراج اسمه انالجيسك، الايبوبروفين بلونج لكلاس من الدراج اسمه النانستيرويد انتي انفلاماتوري دراج. الاثنين بيقللوا البين، الايبوبروفين كمان بيقلل الانفلاميشن. الاسيتامينوفين والايبوبروفين بيجوا فورم تابلتس وكبسول وسسبنشن وشوبل تابلتس. الايبوبروفين ممكن يبقى في كونسنتريتد اورال دروبس، الاسيتامينوفين زي ما قلنا ممكن يجي في اورال سوليوشن او سابوزيتوري او افرفيزنت تابلتس. البراند نيم للاسيتامينوفين هنلاقي مثلا تايلينول، لكن الايبوبروفين الاشهر منه الادفيل. فالتشيلدرن بوز دراج ممكن استخدمه في الاطفال، لكن الايبوبروفين يوزد ان بيبل عندهم 6 شهور او اولدر، الاسيتامينوفين بستخدمه في البيبل اي ايج. لكن لازم برضو اسال ما يعني اي حد ما ياخدش الدراج من غير ما يشوف، خصوصا لو الطفل اقل من سنتين، الدوز بتاع الدراج. السايد افكت بتاع الاسيتامينوفين والايبوبروفين بيختلف، لان بيختلفوا في البادي بريكس. في الاسيتامينوفين بريك داون وريموفد باي الليفر، وورنينج اباوت الليفر دامج عشان ممكن يسبب ديث. الليفر دامج ممكن يحصل لو اتخذ تو ماتش في 24 اور بيريود. الايبوبروفين بقى ريموفد من البادي عن طريق الكيدني. Taking it for a long time ممكن يعمل kidney damage أو stomach bleeding. Using high dose من الإيبوبروفين longer than recommended هيزود الريسك إنه يحصل blood clot, heart attack أو stroke. ففي combination therapy. Combination دي عشان استخدم lower dose of the component drug، بزود الرينج اوف اكشن، كومباين فاست اونست وشورت اكتنج انالجيسك للمايلد بين والسلوور اونست ولونج ديوريشن انالجيسك. طبعا تارجتنج ديفرنت بين باسوي، ممكن اعمل كومباينيشن ما بين الاسيتامينوفين مع النانستيرويد انتي انفلاماتوري دراج للمايلد بين، او مع الاوبيويد لما بيبقى فيه سيفير بين. زي ما قلت قبل كده ان البروستاجلاندين عبارة عن فاميلي من الكيميكلز produced by cells of the body، وعنده important function promote الانفلاميشن ومسؤول عن الهيلينج، لكن ساعات بيجيب pain وفيفر. بيعمل support للblood clotting function of platelets وprotect the lining of the stomach من اي damage يحصل نتيجة الأسيدز. البروستاجلاندين produced within the body cells عن طريق الانزيم اسمه سايكلو اوكسيجينيز اللي هو الكوكس. الكوكس انزيم ده لقوا منه two types، في كوكس 1 وكوكس 2. both enzymes produce البروستاجلاندين اللي هيعمل بروموت للانفلاميشن والبين والفيفر، بس كوكس 1 هو اللي produce البروستاجلاندين اللي support البلاتلتس وبروتكت الاستومك. النانستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز بتعمل ايه؟ هتعمل بلوك للكوكس انزيم وبتقلل البروستاجلاندين من خلال الجسم في كل الجسم. اونجوينج انفلاميشن وبين وفيفر لازم يقلوا. سنس البروستاجلاندين بروتكت الاستومك اند سبورت البلاتلتس والبلاد كلوتينج ار ريديوس، يبقى النانستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز هتسبب ألسر في الاستومك اند بروموت البليدنج.
example of non-steroid anti-inflammatory drug زي الاسبرين والسيلوكوكزيب السيلبريكس والديكلوفيناك زي الفولترين والكتافلام الدايفلونيزال والإيتودولاك والإيبوبروفين والكيتوبروفين زي أكتف كيتوبروفين والكيتورولاك والسلساليت والتولميتين كل دول أشكال من النانسترويد أنتي إنفلاماتري دراج عنده سايد إفكت لي سايد إفكت زي النوزيا والفوميتنج والدايريا والكونستيبيشن والهيدك والدراوزنس كمان عنده سايد افكت زي الكيدني فيلير والليفر فيلير والسرز وبيعمل برولونج بليدنج بعد الانجري او السيرجري بيعمل فلويد ريتنشن ليد للإديمة ممكن يعمل سويلنج للانكلز استخدام الاسبرين في التشيلدرن والتينيجرز مع الانفلونزا مثلا الاسبرين والنون اسبرين سالسيليت shouldn't be used في التشيلدرن والتين ايجرز علشان بيزود البوتنشالي فيتال ستومك وانتستينال ادفيرس رياكشن زي ما قلت البليدنج والالسر والبرفوريشن اوف الاستومك او الانتستين طيب انواع بقى النون استرويد انتي انفلاماتوري دراجز وايه الفرق ما بينهم النون استرويد انتي انفلاماتوري دراج بتختلف في البوتنسي في الديوريشن اوف اكشن بتاعتها وهاو اليمينيت من البودي هاو سترونج انهبيت الكوكس 1 فيرسس الكوكس 2 والتندنسي ان هو يسبب ألسر او بروموت البليدنج ذا مور نون استرويد انتي انفلاماتوري دراج بلوك كوكس 1 هو ده جريتر التندنسي ان هو يسبب ألسر وبروموت البليدنج وان نون استرويد انتي انفلاماتوري دراج اللي هو السيلوكوكزيب اللي هو السيلبريكس بلوك كوكس 2 لكن عنده ليتل افكت على كوكس 1 وده كلاسيفايد از سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور ده بيعمل ليس بليدنج وفيو ألسر زان النون استرويد انتي انفلاماتوري دراج الاسبرين ده بعتبره يونيك نون استرويد انتي انفلاماتوري دراج not only علشان اليوزز بتاعته لكن علشان بيعمل inhibition للglotting of blood for prolonged period of time من 4 ل 7 ايام البرولونج افكت بتاع الاسبرين ده بيخليه الايديال دراج ان هو بيمنع اي blood clot ممكن تحصل بتسبب heart attack او strokes علشان كده بنخلي البيشنت قبل ما يبدا يخلع سنته اللي بياخد الاسبرين او يعمل حاجه ان هو يوقف الاسبرين اللي بياخده من 4 ل 7 ايام علشان نضمن ان الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع الاسبرين خلاص وقف موست النون استرويد انتي انفلاماتوري دراجز انهبيت الجلوتينج اوف البلب لمده فيو اورز زي مثلا الكيترولاك الكيترولاك ده فيري بوتنت نون استرويد انتي انفلاماتوري دراج بستخدمه في المودريت والسيفير اكيوت بين اللي بتحتاج النركوتكس ده ما بستخدمهوش لأكتر من 5 أيام بستخدم النون استرويد في حالات الريفرسبل بالبايتس في الإبيكال بيردونتايتس في الأكيوت ألفولر أبسس وفي الإنفكتد سيست السايد إفكت بتاعة النون استرويد جي اي تي أبسس زي النوزيا والفوميتنج بليدنج ألسريشن hypersensitivity reaction inhibition لليوترين contraction ممكن يعمل salt water retention بالنسبة للإيبوبروفين الأولدست ممبر of a non-steroid anti-inflammatory drug جاي من البروبانويك أسيد وده الدراج of choice للدنتال بين لما بستخدم النانستيرويد anti-inflammatory drug والدوز من 400 ل 800 ميلي جرام من كل 4 ل 6 ساعات حسب السيفيرنس اوف البين بستخدم الايبوبروفين في الفيفر وفي الانفلاميشن في الدنتال بين وفي الماينور انجري لكن زي ما قلت بيعمل نوزيا وفوميتنج وهيدك وديارية كونستيبيشن وديزنيا كسايد افكتس من استخدامه
في drug interactions بيحصل مع ال anti-hypertensive medication، مع الأسبرين، مع الليثيوم، مع الورفارين. البيشنت اللي هياخد الميديكيشنز دي ما ينفعش ان انا اكتب له دراج يعمل انتر اكشن مع الدراج اللي بياخده فيعمل له سايد افكتس. نوع تاني من الاكستنسيف نان استيرويد انتي انفلاماتوري دراج الديكلوفيناك. الديكلوفيناك ده نان استيرويد انتي انفلاماتوري دراج للانفلاميشن والبين ريليفر، بستخدمه في البين اللي اسوشيتد مع الدنتال سيرجي، بوست اوبرتيف انفلاماتوري كونديشن، في الاوستيو ارترايتس. الدراج رياكشنز بتاعه بيعمل ليفر دامج، بيعمل هيدك، بيعمل ابدومينال بين، بيبتيك ألسر، جي اي تي بليدنج، وكاردياك فيلير. تو تايب من الديكلوفيناك او الديكلوفيناك موجود في صورتين، يا اما ديكلوفيناك صوديوم يا اما ديكلوفيناك بوتاسيوم. الدراج انتر اكشن زي ما قلت ان هو باخد دراج بيقلل او بيعمل سايد افكت مع الدراج التاني انتر اكت، فبيديني ريزلتس مش عايزاها. بيعمل دراج انتر اكشن مع الانجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكر، الناس اللي بتاخد بيتا بلوكر او الكورتيكوستيرويدز. النان ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج عنده سيلينج افكت. يعني ايه سيلينج افكت؟ يعني بروبرتيز بتكون في الدراج ان انا مهما ما زودت الدوز خلاص انا وصلت لاقصى حاجه ممكن اوصل لها للنهايه بقى للسقف يعني. فلازم اعمل له كومبينيشن مع اذر انالجيسيك عشان اعمل توتال بين ريليف. زي لو ان ا سيجنيفيكانت دوز ريدكشن للاوبيويد و help in minimize الأوبيويد side effect. ايه هي الكومبينيشن اللي بستخدمها؟ ايبوبروفين 400 مع كوديين 60، او ايبوبروفين 400 مع الاوكسيكودون 10، او الترامادول مع الايبوبروفين. الاسبرين ده most useful salicylate treating pain. بيشتغل ازاي او الميكانيزم اوف اكشن؟ هيعمل inhibition للبروستاجلاندين senses، inhibit الكوكس والاسبرين رابيدلي وكمبليتلي ابسوربد من الاستومك والسمول انتستين. بيستخدم في حالات المايلد لمودريت بين وفي الفيفر والانفلاميشن، بيمنع الستروك او الهارت اتاك وانتي بلاتليت افكت. ليه ادفيرس افكت زي الجاستريك اريتيشن، برولونج بليدنج تايم، والنوزيا، والفوميتنج، والكونستيبيشن. الدوز اللي هيتاخد بيها الاسبرين في الادلت بدي من 325 ل 650 ملي جرام كل 4 ساعات عشان امنع المايوكارديال انفانكشن. كحاجه بروفيلاكتيك بدي من 75 ل 325 ملي جرام في اليوم. التشيلدرن من 10 ل 15 ملي جرام لكل كيلو جرام من البيشنت كل من 4 ل 6 ساعات. الانتريك كوتد اسبرين كوتينج عشان يعمل ديزولف في الانتستين، ما يعملش ديزولف جوه الاستومك ويعمل للاستومك مشاكل وبروبلم وبليدنج. فعشان كده حطوا الاسبرين في انتريك كوتد زي ما قلت علشان ما يحصلهوش ديزولفينج جوه الاستومك. الاسبرين توكسيستي بيعمل هيدك وديزنيا hearing impairment, confusion و drowsiness, hyperventilation و sweating, nausea و vomiting و acid base disturbance. ممكن يعمل dehydration او cardiovascular respiratory collapse, coma. ممكن يعمل convulsion تشنجات او في الاخر ممكن يعمل death. نيجي للselective COX-2 inhibitor، يبقى potent anti-inflammatory و antibiotic و analgesic. lower incidence انه يحصل gastric upset، ملهوش اي افكت على البلاتلت اجريجيشن اللي مسؤول عنه الكوكس 1. الادفيرس افكت رينال توكسيستي، هارت بيرن، الرجي، كارديو فاسكولار، نوت اوفر كارديو بروتكتيف افكت للنون سيلكتيف جروب. اكزامبل من الجروب سيلكتيف كوكس 2 انهيبيتور السيليكوكسيب واللي هو اللي اسمه سيليبريكس. الفود بتقلل الابسوربشن بتاعه، بيعمل باوند للبلازما بروتين. الدوز بتاعته السيليكوكسيب او السيليبريكس 200 ملي جرام مره في اليوم. الجدول ده بيجمع ازاي نعمل سيلكشن لنوع النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج. لو عندي مايلد لمودريت بين هكتب باراسيتامول مع لو دوز من الايبوبروفين.
لو في بوست اوبرتيف او شورت لاستنج بين، هدي كيترولاك او ديكلوفيناك، ماسكلوسكيليتال بين، باراسيتامول او ايبوبروفين او كيتوروبروفين، في اكيوت روماتويد فيفر هدي مثلا نابلوكسين او هاي دوز من الاسبرين، جاسترو انتستينال اريتيشن هدي باراسيتامول وكوكسو 2 انهيبيتور، في رياكشن للنون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج يبقى هدي باراسيتامول او كوكس 2 انهيبيتور، للبيدياتريك بيشنت بدي باراسيتامول بعد كده ايبوبروفين او النابروكسين، في البريجننسي مفيش قدامي غير الباراسيتامول. الكورتيكوستيرويدز في الاندودونتكس ده بعتبره كيلينج ميديسنز لانهم انتي انفلاماتوري لكن مش البين، بس بسبب ان هو انتي انفلاماتوري هيقلل لي البين. يعني البيشنت اللي عنده ارثرايتس البين بتاعه هيهدى علشان عمل له انجكشن للاستيرويد جوه الانفليم جوينت. الجلوكوكورتيكويد بستخدمه كمان كانترا كانال ميديكيشن، ممكن لوحده او مع انتيبيوتيك او انتي هيستامين، ممكن كمان استخدمه سيستميكالي از مين تو ديكريز البين والانفلاميشن في الاندودونتيك بيشنت. بيقلل الاكيوت انفلاميشن عن طريق بيعمل سبريس للفازو دايلاتيشن، مايجريشن للبوليمورفو نيوكليير ليكوسايت والفاجوسايتوزس، وانهبت الفورميشن بتاعه الاراكيدونيك اسيد من النيوتروفيل والماكروفاج، بلوك الكوجز واللايبوكسجينيز باسوي، ومسؤول السنسز بتاع البروستاجلاندين والليكوترينز. الهيدروكورتيزون بستخدمه كانترا كانال ميديكيشن، بيعمل لي ريدكشن واليمينيشن لاي انفلاميشن موجوده في البيري ابيكال تيشو. كمان ممكن استخدم الليدر ماكس عباره عن بيست فيها 1% ترايام كينولون اسيتونينايد كورتيكوستيرويد، ده معاه تترا سايكلين، بستخدمه كبالب كابينج ايجنت او انترا كانال ميديكيشن، بيعمل لي انتي انفلاماتوري اكشن مع انتي مايكروبيال بروبرتيز. ممكن الكومبوننت بتاعت الليدر ماكس ديفيوز في الدنتين من خلال الابيكال فورامين تدي الانتي انفلاماتوري اكشن بتاعها. كمان ممكن اعمله كومباينيشن مع الكالسيوم هيدروكسايد واستفاد من الانتي بكتيريال افكت بتاعه الكالسيوم هيدروكسايد. كده بقى وصلنا لاخر جزء من المحاضره اللي هو الكنترول اوف انفكشن من خلال الانتيبيوتكس. الانتيبيوتيك استخدامها في الاندودونتكس لان في اندودونتيك انفكشن جايه من البالبايتس او الابيكال بيريدونتايتس، ده بتبقى الانفكشن دي بولي مايكروبيال، كومباينيشن بقى من جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وفاكلتيتيف انيروب وستريكت انيروب بكتيريا. كل الاندودونتيك انفكشن دي بتبقى جوه التوس، مانج عن طريق لوكال اوبرتيف تريتمنت درينج او توس اكستراكشن من غير استخدام اللوكال او السيستميك انتيبيوتيك. لكن في ايفيدنس ان السيستميك انفولفمنت جروس ورابيد وديفيوز سبريد للانفكشن، الانتيبيوتيك انديكيتد مساعده لللوكال تريتمنت. بريفنشن للبكتيريال كونتامينيشن في التروماتيك انجري، ده بيأثر على البروجنوزس بتاع الافكتد تيس. كمان مينيمايزيشن للبكتيريال لود اثناء الهيلينج، ده مهم في المانجمنت بتاع الانجري. سيستميك او توبيكال انتيبيوتيك ليه دور مهم جدا. استخدام الانتيبيوتيك ديسانفكت روت كانال سيستم في الريجنراتيف اندودونتيك في الاماتيور تيس، كل ده مهم في ان انا اقلل من الانفكشن اللي موجوده. انديكيشن للسيستميك انتيبيوتيك في الاندو في الاكيوت ابيكال ابسس، في ميديكال كومبرومايزد بيشنت، اكيوت ابيكال ابسس في سيستميك انفولفمنت زي مثلا في فلكتوينت لوكالايزد سويلنج، في اليفيت البادي تمبريتشر اكتر من 38 درجه، في لينفادينوباسي، في تريزمس، progressive infection، replantation للavulsed permanent teeth، soft tissue trauma محتاجة treatment suture أو debridement. لكن ما بديش systemic antibiotic في الendodontics في حالات مثلا symptomatic irreversible palpitis، pulp necrosis، epical periodontitis، chronic epical abscess. كل ده ما بديش، مش محتاجين antibiotic، محتاجين anti-inflammatory أو analgesics.
acute apical abscess من غير systemic involvement يعني localized fluctuant swelling no need للانتيبيوتيك. انواع الانتيبيوتيك bactericidal يعني fast killing, bacteriostatic اللي هو slow killing. من الانتيبيوتيكس اللي بستخدمها في الاندودونتيك سيستيميكال انواع كتير زي البنسلين والاريثروميسين والكليندامايسين والكلاريثروميسين والازيثروميسين والتتراسايكلين والدوكسيسايكلين والسيبروفلوكساسين والمترونيدازول. بالنسبه للبنسلين, البنسلين الميكانيزم اوف اكشن بتاعه انه هو انهبت السيل وول senses, inhibit the transpeptidase, catalyze the final step في cell wall senses, effectiveness against the facultative will anaerobe microorganism associated مع the endodontic infection, least toxic antibiotic وaccumulate في الكدني. استخدامه بقى الدوز بتاعته bactericidal طبعا, اللود دوز بدي 1000 ملي جرام من البنسلين وبعد كده بدي اورال followed by 500 ملي جرام كل من 4 ل 6 ساعات لمدة من 5 ل 7 أيام. تاني نوع السيفالوسبورون, ده لارج جروب من الانتيبيوتيك. السيفالوسبورون ده بكتيريسايدال, كل البكتيريا, وبيشتغل بنفس طريقة البنسلين اللي هو بيعمل ايه, اللي هو عن طريق انكوربريت البيتا لاكتام في الاستراكشر, بايند وبلوك الاكتيفيتي بتاعت الانزيم اللي مسؤولة عن ميك البيبتيدوجلايكان. ده البيبتيدوجلايكان ده ايه, هو امبورتنت كومبوننت للبكتيريا السيل وول, علشان كده بسميه برود سبيكتروم انتيبيوتيك effective against very wide range من البكتيريا, لان الكومبوننت بتاع البكتيريا السيل وول بيبتيدو جلايكان ده موجود في معظم البكتيريا اللي موجوده. السيفيروسبورون بستخدمه هو وايد سبيكتروم وليه جنريشنز كثيره, فوق الفيرست والسكند والثيرد والفورث والفيفث جنريشنز. سيفير الرجي رياكشن رير مع الجروب البنسلين والسيفالوسبورين, لكن لو في الرجي تو 1 then you could be allergic to the other. بستخدمه السيفالوسبورين لما بيكون في infection caused by susceptible bacteria زي bone infection في الإير, السكين والأبر respiratory tract والurinary tract infection. Not used السيفالوسبورين as a first choice antibiotic, لكن بستخدمه لما يكون الأذر أنتيبيوتيك زي البنسلين ما أقدرش إن أنا أستخدمه. زي ما قلت إن السيفالوسبورين ده ليه 5 generations, each generation بتختلف عن التانية من خلال الأنتيبكتيريال spectrum how effect they are killing certain type من البكتيريا. Within each generation في different in term of different difference للadministration سواء كان oral أو intravenous في الabsorption في الexcretion وhow long the activity last for in the body. Resistance للgroup may happen. The beta lactamase enzyme neutralize them. Some antibiotic incorporate زي الglovanic acid make it resistant للenzyme. المترونيدازول اللي هو الفلاجيل او الامريزول ده انتيبيوتيك بستخدمه تريت وايد فاريتي اوف الانفكشن, ستوب الجروث بتاع سيرتن بكتيريا وبارازايت, تريت اونلي سيرتن بكتيريا وبارازيتك انفكشن. المترونيدازول بستخدمه مع اذر ميديكيشن عشان اعالج بيه ستومك وانتستاينال السر. افكت اونلي الانيروبيك بكتيريا, بستخدمه مع كومباينيشن مع الاوجمنتين, ما بكتبهوش لوحده, بكتب الاوجمنتين مع الفلاجيل, ممكن يسبب لي ستومك ابسيت او داركند يورين. الماكروليدز او الاريثروميسين ده تريت وايد فاريتي من البكتيريا الانفكشن, بستخدمه بريفنت البكتيريا الانفكشن. الاريثروميسين اسمه ماكروليد انتيبيوتيك, بيشتغل عن طريق ستوب الجروث بتاع البكتيريا. الانتيبيوتيك تريت او بريفنت اونلي البكتيريال انفكشن, كل رينج من البكتيريا زي البنسلين, دراج اوف تشويس مع البنسلين الرجي, ليه دراج انتر اكشن مع
انتي هيستامينيك او برونكو دايليتور دراج. الكليندامايسين زي الدالاسين سي او الكليندام ده بكتيريوستاتيك يعني ستوب الجروث اوف البكتيريا وايد سبيكترم اوف اكشن هيسبب سودوموبرينس كولايتس مع استخدامه بيعمل اوفر جروث للكلوستريدم ديفيسيل وبينتريت ويل انتو الابسس لكن ساعات بيحصل عند البيشنت نتيجه البسودوموبرينس كولايتس في الانتستين يعمل دياريا يعمل جاستريك كوليك اول ما يحصل للبيشنت اي من الاعراض دي على طول اوقف الانتيبيوتيك وابدا ان انا اعمل بريسكريبشن لانتيبيوتيك تاني. التتراسايكلين او الدوكسيسايكلين ده بكتيريوستاتيك كال برودست سبيكترم اوف بكتيريا بستخدمه في الاندوبيريو ليجن ما بديهوش للتشيلدرن لان التتراسايكلين باص بيعدي من خلال البريست ميلك وافكت البون والتوث ديفلوبمنت في النورسينج بيبي نوت تيك الميديكيشن من غير ما يبلغ الدكتور ان ده بريست فيدنج بيبي. افويد حاجه كمان افويد اكسبوجر للسان لايت او الارتفيشال الترا فايولت لايت زي سان لامبس او التانينج بيدز لان التتراسايكلين بيعمل السكن بيخليه مور سنسيتيف للسان لايت والسان بيرن مي ريزلت عشان كده بستخدم سان سكرين مينيمم الاس بي اف 15 بلبس بروتكتيف جلوسينج اف يو ماست بي اوت في السان يبقى لازم ان انا اخلي بالي من البروتكتيف كلوزنج علشان البس كويس علشان ما يحصلش الفوتو سنسيتيفيتي. الفلوروكينولون ده عباره عن انتي بايوتيك يوز تو تريت فاريتي من الالنس ريسبيراتوري يورينري تراكت انفكشن الميديسن انكلود سيبروفلوكساسين او اوفلوكساسين بيستخدم لعلاج مايكروبس مش موجوده دايما في الاندودونتيك انفكشنز استخدامه في الدنتستري ليميت الا اذا كان الكالتشر او السنسيتيفيتي ريزلت قالت لازم ان احنا نستخدمه. انترفير مع الدي ان اي ريبليكيشن وهو عباره عن بكتيريسايدال انتي بايوتيك وده جدول بيلخص اليوزز اوف الانتي بايوتيك ان اندودونتكس سواء لو كان ستاندرد جنرال بروفيلاكسس هستخدم الاموكسيسايكلين بالدوز بتاعه الادلت 2 جرام والتشيلدرن 50 ملي جرام لكل كيلو جرام اورالي ساعة قبل البروسيديور لو انا بيشنت عنده سيستميك عنده مشاكل زي ما عارفين في الكارديو فاسكولار وانا عايزة اشتغل اندودونتك بديه كبروفيلاكسس بيشنت مش هيقدر ياخد اورال ميديكيشن هديله امبيسلين 2 جرام انتراماسكولار او انترافينس الاطفال 50 ملي جرام لكل كيلو جرام انتراماسكولار او انترافينس ساعة على طول قبل البروسيديور لكن الأورال دي اللي بديها ساعة قبل البروسيديور بتاعتي. لو البيشنت ده عنده ألرجي للبنسلين هدي كليندامايسين 600 ميلي جرام للأدلت والتشيلدرن 20 ميلي جرام للكيلو أورالي ساعة قبل البروسيديور بدي سيفالكزين أو سيفادروكسيل أو ممكن ادي ازيثروميسين او الكلاريثروميسين ده بيبقى ساعه قبل البروسيدجر. لو البيشنت الرجي للبنسلين وان ايبل ان هو ياخد الاورال ميديكيشن بديله الكليندامايسين او السيفازولين السيفازولين لو هدي انتراماسكولار او انترا فينوس انجكشن بيبقى وزن 30 مينت قبل البروسيدجرز.